السلام على رحمة الله الصديق. سيدات والسادة الأفاضل، كل باسمه ومقامه، السلام عليكم. قبل كل شيء بودي أن أشكر السيد رئيس أمن ولاية زوزو على قراءته المميزة للرسالتين الواردة للسيد وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة الرقمية، وكذا رسالة السيد المدير العام للأمن الوطني. القراءة المميزة التي أعطت نفحة كذلك مميزة، وهي مرصعة بنوع من الحماس، وهذا ليس بغريب عند شخص مثلكم سيد الرئيس. الدلالة القاطعة أن هذا الانفعال يؤكد مرة أخرى عن إخلاصكم، ويؤكد كذلك حبكم الشديد للسلك الذي تنتمون إليه، وحرصكم كذلك على الذين هم من حولكم كل في مهامه. ولعل أهم شيء نصب أعينكم لكم ولأفرادكم هي الجزائر. سعيد جدا أن أكون بينكم في هذه الاحتفالية المميزة التي جاءت بنفحات مميزة، وكانت لرسالة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكذلك رسالة السيد المدير العام للأمن الوطني، وهي كما ذكرت مرصعة بهذه الفصاحة. أكيد كان لها الوقع الكبير على قلوب كل الحاضرين، لأن محتواها وفحواها ما هو إلا تأكيد لأهمية الأمن. كل الشعوب كيانها مربوط بالأمن، ولعل رب العزة قد ذكر قبل كل شخص وكل فرد وأي شيء فوق هذا الكون دعوة سيدنا إبراهيم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وكذلك آمنهم من خوف ويأتي بعدها الجوع. إذن قضية الأمن هي الضامن وصمام أمان لكيان الشعوب. الشرطة الجزائرية تحتفل اليوم بالذكرى 62، وهي كل عزم ولا شك في ذلك، مواصلة إيمان الذين سبقوهم حين استقلال الجزائر، وكان جلهم من المجاهدين الذين ضمنوا فطرة الانتقال والتحكم في أمن البلاد، وهي اليوم تتبوأ بفضل السياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهات سيد وزير الداخلية وتعليمات سيد المدير العام للأمن الوطني، تتبوأ لأن تكون شرطة مواطنية سيتويان، وتتبوأ لأن تكون شرطة محترفة على أن تكون في مستويات الدولية، حتى يتسنى لها مواجهات أخطار العصر والتهديدات التي يعرفها أو تعرفها الجزائر. فلكم مني كل الاحترام والتقدير، ولكم مني كذلك كل التهاني لعيدكم الذي هو يعتبر كذلك عيدنا جميعا، متمنيين إن شاء الله المزيد من النجاح. ولا يفوتني أن أترحم على كل الأفراد الذين راحوا ضحية البدوان الهنجي وهم في مهامهم النبيلة،
كان غرضهم هو الجزائر لا غير. ربي يرحمهم والسلام عليكم ورحمة الله.